من طنجة إلى تونس في كيب تاون، قصة منتخب حط الرحالة في أرض الجبال بحثا عن مجد أفريقي ضائع، وإن جاءوا في الوقت بدل الضائع. الجامعة الغائبة وحداثة البطولة جعلت مشاركة الأسود في الشان نسيا منسيا، ولكن الفرسان الشجعان تحدوا الصعاب بعزيمة الرجال، فكان التأهل لثاني الأدوار. بدت المهمة مستحيلة لمن يتابع عن بعد، ولكن من يتمتع بالقدرة والعزيمة يذلل الصعاب، فكان لقاء زيمبابوي محطة للنسيان. وحين جاء الدور على الخيول البوركينابية كشر الأسد عن الأنياب، فصال وجال، هدد وتوعد، راوغ وسدد وهدف، ولكن شاءت الأقدار أن ينتهي النزال بلا غالب ولا مغلوب. وقبل الامتحان الأوغندي أعلنت حالة الاستنفار، فوقف بنعبيش المدرب الطموح العاشق للألقاب على مكامن الخلل، وبحث عن من يملك حلا سحريا لجدلية اسمها الكأس السمراء، فصنع ياجور والوادي ملحمة كروية في كيب تاون. هناك عاد الأسد للزئير بمجموعة متفانية عاشقة للوطن. كان جد مسرور، كان حس بالفخر وبالاعتزاز الانتماء لهذا البلد العزيز اللي هو المغرب. كنظن بأنه الشيء اللي حقنا اليوم هو دفع الكرة الوطنية إن شاء الله. كل كان تيقول بأن المنتخب غادي يرجع، والحمد لله فعزيمة ديال اللعابة والطاقم اللي كان متواجد معنا والكل اللي حاضر يعني دعمنا ساندونا معنويا، والدراري كانت عندهم واحد الأوبجيكتيف وهو يتأهلوا، وربي ما خيبش. تحقق المراد، والمغرب الآن في الدور ربع النهائي، والموعد غدا مع نسور نيجيريا، مع كيشي بطل أفريقيا، مع قوة كروية أخرجت منتخب الأولاد. لقاء قد يشهد خط صفحة جديدة في سفر الكرة المغربية ويمهد الطريق للنهائي الحلم. فرفاق الوادي ينظرون لذهب وماس بلاد مانديلا، والمستحيل لا مكان له في قاموس الأسود. هذا كتمر في أجواء عادية، كنظن بأنه مباراة ما تكون سهلة، من خصم اللي عنده القيمة ديالو في الكرة الإفريقية، كنظن بأنه الكرة المغربية كذلك عندها التاريخ ديالها وعندها الأمجاد ديالها، كنتمنى باش نحيوها إن شاء الله انطلاقا من المباراة إن شاء الله، ولكن كنظن بأنه اللي اجتزنا إن شاء الله بنجاح غادي نشوفوا في اللقاء إن شاء الله بعيون كبيرة كما كيقول. كنشكر المجموعة اللي كاينة في جنوب افريقيا اللي كانوا رجال في المباراة الأخيرة، اللي تنشكر من منبر السي حسن بعبيشة على الثقة اللي دار في اللاعبين، اللي خدا واحد المغامرة نقولوا صعبة، مي الحمد لله حققنا الأهم. والمباراة ديال نيجيريا غناخذوها بحال المباراة اللي غادي نكونوا فيها رجال وغنكونوا طامحين باش ندوزوا للدومي فينال، علاش لا من نفوزوا جوج هاد المقابلة. فصراحه يعني الان بدات الامل كيكبر كيف ما قلتي، فان شاء الله احنا في الربع النهائي، فان شاء الله الا تخطينا هذه الخطوه هذه بنجاح ان شاء الله، فكنقول اننا غنمشيو بعيد في التدور ان شاء الله. فاحنا كنستعدوا بحال جميع المقابلات، ولكن هذه المقابله هذه كما كيعرف الجميع فالهجوم ديال المنتخب النيجيري اللي هو قوي وسجل اهداف كثيره في هذا التورنوا هذه، كنتمنى اننا نكون في اليوم ديالنا ان شاء الله ويكون الدفاع ديالنا ويكون جميع اللاعبين يعني في المستوى كما حققنا الفوز في المباراه الاخيره، وان شاء الله باش نفوز على منتخب نيجيريا وتاهلوا للدومي فينال ان شاء الله. ان شاء الله احنا واجدين وعازمين باش نحققوا نتيجه ايجابيه، ان شاء الله غادي نتاهلوا للدور نصف النهائي ان شاء الله. غدا الموعد، غدا الامتحان، وفيه سيكرم الاسد وتبدد احلام نسر نيجيري صنع المجد في الكان والمونديال، ولكن لن يتسيد الشان، فاليوم آن أوان من جاء من بعيد ليستعيد المجد الكروي المغربي من جديد. لم يرشحهم أحد للذهاب بعيدا في هذه البطولة، ولكن كما يقال من رحم المعاناة يولد الإبداع، وهؤلاء الرجال آمنوا بقدراتهم رفقة مدرب وطني شاب عينه أبدا لا تخطئ منصة التتويج. نوفل العوام لميديا أن تي في، كيب تاون.